دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باذن الله غنديروا الدرس الثاني ديال الفيزياء، والدرس الثاني هو الموجه الميكانيكيه المتواليه الدوريه. دونك هذه انا غادي ندير درس ديال اللغه العربيه ودرس ديال اللغه الفرنسيه. دونك بالنسبه لهذا الدرس هذا هو تتمه ديال الدرس اللي قبل منه. دونك هو تتمه ديال الدرس اللي قبل منه. دونك في الدرس اللي قبل منه عرفنا باللي الموجه الميكانيكيه المتواليه هي ظاهره انتشار لتشوه في وسط مادي مرن دون انتقال المادة مع انتقال الطاقة بشكل مستمر. دونك بشكل مستمر يعني ديك المتوالية، داكوغ. وعرفنا نوعين ديال الموجات. عرفنا النوع الأول هو الموجة الميكانيكية المستعرضة، كيكون فيها اتجاه تشويه عمودي على اتجاه الانتشار. وعرفنا الموجة الطولية، كيكون فيها اتجاه تشويه على استقامة واحدة مع اتجاه الانتشار، داكوغ. عرفنا بزاف ديال الحوايج في الكور، دونك من بينهم العلاقه. ثاني حاجه العلاقه السرعه اللي هي في كتساوي دي على دلتا تي، يعني المسافه المقطوعه على المده الزمنيه. عرفنا كذلك التاخر الزمني اللي هو الفرق الزمني، اي هو المده التي تعيد فيها النقطه نفس حركه المنبع، دونك من بعد عرفنا استطاله نقطه بدلاله نقطه اخرى. مزيان، وعرفنا اهم حاجه هي سرعه الانتشار طول حبل، وكيفاش نحدد البعد ديال السرعه. دونك اللي ما تفرجش في هذا الفيديو هذا، اللي ما عرفش هذا الدرس، يرجع عندي لاشين، غادي يلقاها في بلاي ليست الموجه الميكانيكيه المتواليه بالتمارين ديالها، بليزاستيس ديالها، يعني تقريبا فيها واحد 20 تمرين مصحه بشكل مدقق ومفصل. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدرس الثاني. الدرس الثاني هو تتمه ديال الدرس الاول كما قلت في التقديم. دونك فاش غادي ندوي على واحد الموجه متواليه دوريه، دونك حنا فاش غادي تشوف غنديروا واحد لانيماسيون باش غادي نعرفوا. دونك هنا الموجه الميكانيكيه المتواليه الدوريه، هو العنوان ديال الدرس. دقيق، اولا عندنا الفقره الاولى هي الموجه الميكانيكيه المتواليه الدوريه. دقيق، هنا غنمشيو بحال كيما كنصيبو في الدرس، غنديرو نشاط واحد ونديرو التعريف، ومن هنا غنديرو واحد الامثله باش تفهم التعريف. دقيق، شنو هي الموجة الميكانيكية المتوالية؟ هي عندما يكون التطور الزمني، عندما يكون التطور الزمني لتشوه أو لتشوه من وسط الانتشار دوريا. واخا هذا التعريف، عندما يكون التطور الزمني لتشوه من وسط الانتشار دوري. باش نفهموا شنو هي بعدا كلمه دوريا، شنو هي شي حاجه دوريه؟ دوريا يعني شي حاجه فيها الدور، شي حاجه كتعود. نعطيو امثله من الحياه اليوميه بحال موجات البحر. دونك موجات البحر هي موجه دوريه، علاش؟ لان كاين ظاهره المد والجزر. ظاهره المد والجزر كتخلي ان دوك الموجات كيتعاودوا بشكل يخصونا حنايا الحبل اللي عطيناه. الحبل إذا كان عندنا مثلا الحبل، وكان عندنا أن هذا المنبع كيعطينا إشارات دورية، هادشي غنشوفوه كامل في لانيماسيون، داكوغ، غيعطينا على هاد الشكل، داكوغ. إذا شفنا هاد النقطة، ها ختها هنا، دونك هاد النقطة كطلع حتى هاد النقطة غطلع، إذا هاد النقطة هادي عاودت نفس الحركة ديال المنبع، وهاد النقطة هادي عاودت نفس الحركة ديال المنبع، وهاد النقطة هادي عاودت نفس الحركة ديال المنبع، وهاد النقطة هادي عاودت نفس الحركة ديال المنبع. إذا نقولوا هاد الموجة دورية، داكوغ. هاد المدة اللي كتقطع فيها اللي كتعاود فيها هاد النقطة نفس الحركة كيتسمى الدورية الزمانية، كتسمى الدورية الزمانية، الدورية الزمانية. دونك هي المدة الزمنية التي تعيد فيها
تعيد فيها النقطة نفس حركتها الاهتزازية. ما معنى هذا؟ هذه النقطة غادا تتحرك من هنا تشويه غيتعاود هنا، دونك المدة اللي تقطعات من هنا حتى لهنا كيتسمى الدورية الزمنية وكنرمزو ليها بالتي كو، ونرمز لها بالدور بالتي. دونك حنا كنعرفو الدور، الدور هو أصغر مدة زمنية لإنجاز دورة واحدة. هادشي قرينا في الأولى، الدور هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة واحدة. داكور، دونك مزيان فاش عرفنا أنك تميز الدورية الزمنية. او ميم طون هاد النقطة هادي فاش غادا تتحرك، هاد النقط ديال الحبل فاش غادا يتحركو غيقطعو واحد المسافة، دونك كتسمى الدورية المكانية. داكور، الدورية المكانية كنرمزو ليها بلامدا. شنو هي الدورية المكانية؟ هي أصغر مسافة تفصل نقطتين لهما نفس الحالة الاهتزازية. ما معنى نفس الحالة الاهتزازية؟ يعني بحال لا خدينا هذه النقطة هذه، شوف الا خدينا هذه النقطة هذه، خدينا هذه النقطة هذه، خدينا هذه بي وهذه كي، هاد بي لا هبطات كي غتهبط، بي طلعات هذا حيت كيبقاو يتهزوا. دونك الا كان عندي هذا غادي بمسافة، هاد المدة هادي، هاد المدة هاد المسافة كتسمى لامدا كو، اي الدورية المكانية. دونك اذا غنشوفوا سرعة الانتشار، سرعة الانتشار هي في كتساوي لامدا على تي، لان احنا عندنا هي الدورية المكانية على الدورية الزمنية. دونك هذه كتكون متر سكون موانز، وهذه كتكون بالسكون، وهذه كتكون بالمتر. داكو مازال دابا غنمشيو لثانيا، الدورية الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية الجيبية. داكو دابا حنا اللي عندنا في البروغرام ديالنا، اللي عندنا في البروغرام ديالنا هو الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية، حيت حنا الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية. حنا عرفنا شنو هي الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية، شنو هي؟ راه عندما يكون التطور الزمني التشوف من وسط الانتشار دوريا، يعني كتشي كيبقى يتعاود، الا خدينا هذا هاد النقطة كتبقى تعاود نفس الحركة ديال هادي، وهادي كتبقى تعاود نفس هادي، دونك كتعاود نفس ديال يعني ديال المنبع، حيت المنبع هو اللي كيتحكم ليا في الانتشار. عرفنا عندها الدورية الزمنية هي المدة الزمنية اللي تعيد فيها نفس النقطة نفس حركتها الاهتزازية، ونرمز لها بالتي. وعرفنا الدورية المكانية، دونك غنشوفو واش هادشي كيتحقق هنا. دونك شنو هي الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية؟ أول حاجة تعريف، داكوغ، عندها هي فاش كيكون يكون التشوه ياك مقرون بدالة جيبية. واك هاد الدالة الجيبية كتكتب على شكل إكراك دو تي كتساوي إكراك ماكس كوس دو بي على تزاغ على تي، يعني هادي متعلقة بالزمن. حنا التعبير بلا ما نسميتو نديفلوبيو فيه حيت ما عندناش باش ندخلو للديفلوبمون، هذا كيتسمى وسع الحركة، يعني هاد إكراك الوسع ديالها، هذا هو الدور. هاكا مزيان، غنشوفوها دابا في انيماسيون، نعرفوها في لانيماسيون. دونك دابا غندويو على الموجة الجيبية. قلنا ان الموجة الجيبية كتعلق، هذا كيتسمى الوسع، الوسع هو هذا، هذا هو الوسع، هذا هو الطور. هادشي كيتسمى الطور عند اصل التواريخ، انا غنوريه ليكم فاش ان شاء الله غندوزو الموجات الصوتية. دونك الى شفنا هنا هذا هو الوسع ديالها، كنقصوه كنبداو نتحكمو فيه كيبدا ينقص. كو هنا الدور كنقصو في الدور، يعني كيتزادو عدد التشوهات. داكو هادي هي الموجة المتوالية الجيبية. دونك المقادير اللي كيتحكمو فيها عندك الوسع
الدور والطور. الطور عند اصل التواريخ يعني هنا الديفازاج بالنسبه للسميتو، غادي تنشرحوها لكم في الصوتيه. دونك بعد ما شفناها في الانيماسيون وفهمناها، غادي ندوزو دابا ل طول الموجة لامدا. دونك طول الموجة لامدا، دونك الا خدينا هادي هنا اكس بالمتر، دكا دونك هنا ايكغيك ناخدو هنايا بالمظهر، ناخدو هاد النقطة. دونك هاد النقطة اس بدات كتحرك هنا، دونك وهاد النقطة ام عاودت نفس الحركة الاهتزازية. دونك هاد المسافة المقطوعة كتسمى طول الموجة لامدا. مزيان، راه خصني نفهمها هادية. دونك شنو هي لامدا؟ هي المسافة المقطوعة، هي المسافة المقطوعة خلال دور واحد، خلال دور زمني، خلال دور زمني تي. يعني اش كنقولوا؟ راه كل ان تي، كل دور واحد شحال كتقطع فيه؟ كتقطع فيه لامدا وحدة. ماشي جي سطرش عليها، فيها دي زاستيس. دونك هنا غنديرو لاستيس، ولكن قبل ما ندير لاستيس غادي ندير العلاقة. دونك غادي ندير واحد التذكير، التردد. شنو هو التردد؟ التردد هو عدد كتعريف ديالو بصفة عامة الدورات المنجزة خلال ثانية واحدة. واضح باش نفهموه؟ دونك خصنا نعرفوا ان التردد ان كيساوي هو واحد على الدور، هذا كيكون بالهرتز وهذا كيكون بالسكون. مزيان، هنا كاين واحد لاستيس حتى هو، كاين سيتون استيس كاين. خصنا نعرفوا ان التردد هو عدد الدورات على دلتا تي، اي على ثانيه واحده. هو عدد الدورات خلال ثانيه واحده، حيث كان كل واحد هرتز، حيث هنا دايره واحد هرتز راه هي واحد دورة، يعني كل عدد الدورات في الثانية هنا كيدير دورة في الثانية. كل ان سير ان هرتز كيعطينا هي ان سكوم وانزه. داكو، هادشي دابا غنوريكم لي زاستيس ديالو. واخا دابا سرعة الانتشار ديال الموجة المتوالية الجيبية، سرعة الانتشار في، دونك في كتساوي لامدا على تي، اللي هي لامدا فوا ان، لأن واحد على تي هي ان. غير واحد الرموز غيتزادونا هاد العام، عندنا بعض الرموز. راه التردد هو نو، يعني هذا باش كنميزو، ولا هو اف. دكوغ، سوا هادو رموز، ان تردد، ني تردد، اف تردد، يعني سوا اي علاقة عطاوني في التمرين ما نخافش منها. هذا لو لقيتو كيعني تردد، هي لامدا في ني، هي لامدا في الفريكونس. مزيان، حنا عرفنا دابا هاد العلاقات. مزيان، دابا غندوزو للتطبيقات، نعطيكم لي زاستيس في هادي ولي زاستيس في هادي. دونك تطبيقات، عاد ندوزو لحوايج اخرى وتبعوا معايا وعطيوني بالكم مزيان باش تفهم التطبيق. غنعطيكم هنا اخ، دونك هنا عطوني اس، وهنا عطوني ام، وهنا عطوني واحد اللحظه تي ان كتساوي 0.3 سكون. ياك السؤال المطلوب مني، السؤال المطلوب مني هو اولا حدد طول الموجة. انا غندوز معكم نحدد طول كيفاش نحدوهم في الحالة بثلاثة. طول الموجة لامدا. مزيان، اش كنمشي ندير؟ دونك اش كنمشي ندير؟ انا كنعرف لامدا هي المسافة اللي كتقطعها هاد النقطة
هي المسافة اللي كي تعيد في هذه النقطة نفس حركة المنبع، هي هذه لامدا. مزيان سيدي. دونك ولا ناخذ من هنا، راه ماشي بالضرورة تقدر تاخذو حتى من القمة للقمة، ولا من هنا لهنا، راه ماشي بالضرورة من هنا حتى هذه النقطة كتعاود الحركة ديال هذه بعد مدة زمنية اللي كيتسمى الضوء. لقينا لامدا، دونك انا اش بغيت؟ لامدا مثلا هنا غادي بجوج، هي جوج كو لامدا، غنجي نكتب لهم هي جوج سنتيم. السؤال الثاني، حدد دور الحركة. داكوغ تي، انت سيدي ما عندكش السرعة، دونك غتقول او اش كيقولوا هاد؟ لا راه عطيتك واحد التعريف انا، انك خلال دور واحد شحال كتقطع من لامدا؟ لامدا وحدة. شوف راه خلال دور واحد شحال كتقطع من لامدا؟ لامدا وحدة. تبع معايا، كنعرفو حنا كل لامدا كتقطع في خلال مدة زمنية ديال واحد دور. اذا انا خلال هذه المدة هذه، خلال هذه المدة هذه تي ان، شحال تقطعت لي من لامدا؟ مزيان، عندي واحد جوج ثلاثة. اذا خلال هذه المدة تي ان تقطعوا لي ثلاثة لامدا. مزيان، الا بغيت الدور ديالي اش غندير؟ ندير تي هي هذه في هذه على ثلاثة، دونك هو تي ان في لامدا على ثلاثة، دونك عطينا هي تي ان سوغ تروا اللي هي 0.1 سكون. اذا دور الحركة هو 0.1 سكون، ومن بعد نحسب الحساب ديالي عادي. فهمنا هادي؟ دونك هادي فيت اتونسيون معاها، فيت اتونسيون معاها. دكو مزيان، دونك التطبيق الاول داز، دونك بان دوزو تحديد نديرو مقارنة الحالة الاهتزازية، مقارنة الحالة الاهتزازية لنقطتين ياك من وسط الانتشار، هذه مهمة كو اللي غنسميوها حنا درنا سرعة الانتشار، هذه ثلاثة داكوغ، ثالثا صغيرة. دونك فاش كنبغيو نقارنو الحالة الاهتزازية اش كنقصدو؟ انا عندي واحد جوج نقطات باش نتفاهمو، عندي واحد نقطة هنا اس، وعندي واحد نقطة ام، وعندي واحد نقطة ان، وبغيت نشوف الحالة الاهتزازية ديالهم، واش هادي كتهز مع هادي ولا كتعاكس. دونك الحالات الاهتزازية كيفاش كنقارنهم؟ كاينة الطريقة، كنديرو اس ام، كنديرو المسافة اللي بغينا حنا، المسافة هي المسافة بين النقطتين، كنقسموها على لامدا، نقسموها على لامدا. عندي جوج الحالات، الا عطاتني كا عدد ينتمي الى زد اطوال، عدد صحيح نسبي، لان انا راكي الكوس علاش كندخلو هادي. دونك في هاد الحالة هادي كنقولو ان الدي كتساوي ك فلاندا، يعني ك عدد صحيح نسبي. في هاد الحالة كنقولو ان النقطتين تهتزان على توافق في الطور. ما معنى توافق في الطور؟ يعني نفس الحركة ديال هادي كتعاود هادي. انا نشرح لكم الطور فاش غنديرو في الموجات الصوتية. دونك الى خرجت ليا ك بليس ان دومي، يعني نص، يعني نص. دونك في هاد الحالة بحيث ك تتنتمي لزد، واخا كنقولو النقطتين تهتزان على تعاكس في الطور. واضح؟ دابا الى خدينا اس و ام، دونك ما بين اس و ام كاينه لامدا، داكو ما بين اس و ام كاينه لامدا. دونك
اس ام كاينه لاندا سيدي، غنديرو اس ام، لا لاندا كتساوي واحد، اذا اس ام كتساوي لاندا، وبالتالي اس و ام لهما نفس الحاله الاهتزازيه، يعني تهتزان على توافق في الطور. اس و ام تهتزان على توافق في الطور. واضح؟ الى خدينا اس و ان كو، الى خدينا اس و ان، دونك هنا ان خدينا ما بين اس و ان، غنلقاو اس ان داكوغ كتساوي 1.5 لامدا، لان هنا لامدا ونص. دونك في هاد الحالة، دونك هنا اس ان على لامدا كتساوي 1.5، يعني فيها واحد زائد واحد على جوج، يعني كان عندها واحد التوافق من ورا غيجي واحد التعاكس في الطور. اذا اس و ان تهتزان على تعاكس في الطور. دابا كيفاش نقارن واحد الحالة الاهتزازية ما بين ام ان، دونك ما بين ام و ان غنديرو ام ان، نقارنو ما بين ام و ان اش غيكون؟ قسمو على لامدا. الا شفنا ما بين ام و ان عندي نص لامدا، دونك هي 0.5 لامدا على لامدا، هادشي اللي هادي معايا تبقى 0.5. اذا ام و ان تهتزاني، تهتزان على تعاكس في الطور. انا نعطيكم واحد القضيه سهله، انت هنا بالمقارنه مع المنبع، الا كانت ام وعندي ان، هنا توافق، هنا مع المنبع توافق، توافق غيكون عندي هنا ما بيناتهم غيكون توافق. شوف ما بين المنبع و ان عندنا توافق، ما بين المنبع و ان عندنا توافق، اذا ما بين نقطتين ام و ان غيكون توافق. عندي هنا توافق وهنا تعاكس، اذا هنا غيكون عندي تعاكس بين النقطتين. سمعني مزيان، اذا كان تعاكس، تعاكس، تعاكس يعني كيتعاكسوا بجوج، غيكونوا هنا نقطتين متوافقين، توافق بحال المات. عندنا بحال ديك اللوجيك اللي قريتو في السيزيام المنطق، دونك عندك واحد زائد واحد هي صحيح، 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 خطأ، 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 يعطينا صحيح. دونك هادي كتنفع بزاف ديال الحوايج في الكونكور هادي. دونك فهمنا هادشي، هادشي غادي ينفعنا فاش غادي نبداو نحدو كيفاش نحدو لامدا. هنا إلا خديناها على، دونك هنا اش كيبان لينا؟ أن النقطتين عندهم نفس الحالة الاهتزازية، داكوغ؟ كنقولوا هنا انهم هنا بتوافق في الطور، هذا هو توافق في الطور، شوفوا الحمراء مع الخضراء. ولكن الى زدت هنايا، هنا كاين تعاكس في الطور، علاش؟ لان هذا الفوق وهذا التحت، هذا هو تعاكس في الطور، واضح؟ دونك الى مزيان، دابا هذا هنا هادو ما توافق ما تعاكس، يعني مختلفين. دونك ولكن هاد المده راه الاحمر هو الاول اللي كيوصل لهاد النقطه، والخضر يلا يوصل من بعد منه. هاد المسافه ولا هاد المده هادي كتسمى التاخر الزمني طو. دونك التاخر الزمني هو اكس فوا اس اش، داكوغ؟ الا قالك ما عطاوك جوج اشارات وقال لك التاخر الزمني طو راه هو هذا، ومنو كنجبدو هذيك في، حيت لان في كتساوي دو بي على طو، فوا دو بي على التزارو فوا طو، داكو؟ هاديك في. سيدي هنا غنمشيو دابا تحديد أربعة، تحديد طول الموجة لامدا في ثلاثة الحالات. أول حالة على طول حبل، طول حبل، داكو؟ الحبل هو غناخدو واحد المنبع، غنعطيه واحد الإشارة جيبية، دونك غيدير ليا بحال هكا. او يكمل، دونك كما كنعرفوا حنا الحبل هاد النقطه هادي كتعاود هاد النقطه، دونك وهادي هي نفسها، كنبقاو غادي داكو. دونك هنا كاينه لامدا، 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 وكاين تاني ما بين هنا وهنا، وكاين تاني ما بين هنا وهنا، داكو، وكاين ما بين هنا وهنا. دونك لامدا خصني نعرف غير كيفاش نحددها،
راه سواء تاخدو من هاد النقطة حتى لهاد النقطة، ولا هادي لهادي، ولا هادي لهادي، على انت واش عاطين. دونك في الحبل ما كاينش عندنا مشكل. دونك غادي نمشيو دابا على سطح الماء. دونك على سطح الماء، هنا سطح الماء عندي جوج الموجات، عندي موجة دائرية، إلا عطاني المنبع موجات دائرية، داكوغ، إلا عطاني المنبع موجات دائرية، داكوغ، هذا هو المنبع اس. خاصني نعرف انني ما بين هنا والهاد المظلم هنا كتكون لامدا. انا راه غير رسمت شويه هنا، هنا لامدا، هنا لامدا، هنا لامدا، داكوغ، يعني ما بين هنا لهنا كاينه لامدا، وهنا لامدا، 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 واخ. دونك الى خدينا هذه المسافه اس ام، اس ام، دونك عندي شحال فيها من لامدا؟ عندي واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. إذا هاد المسافة لامدا، في هاد اس ام فيها أربعة لامدا. إلا بغيت لامدا هي هاديك المسافة على أربعة، واضح؟ هنا ما عندناش مشكل. إلا كانوا موجات مستقيمية، داكوغ، دونك الموجات المستقيمية، دونك هاد المسافة هادي حنا كنعرفو ما بين هاد مظلم ومظلم كاينة لامدا. هنا إلا شفنا شحال عندي من لامدا، عندي واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا هاد المسافة دي فيها خمسة لامدا، راه هنا كاينة لامدا، هنا لامدا. دونك إلا بغينا لامدا هي دي على خمسة، واضح؟ دونك هادو كيفاش كنحددهم؟ دونك كنحددهم على هاد الشكل، وإلا كان عجاتني على شكل هضرة، داكوغ. دونك مثلا غيقولوا لي هذه الطريقة، عدم الصوتية غنديروا فيها أنيماسيون باش نشرحوها. المسافة الفاصلة، المسافة دي الفاصلة بين الدروة رقم ان والدروة رقم ان بلس 5، حدد لامدا. دونك ما معنى ديروا؟ ديروا هي القمه، داكو. دونك انا اش غندير؟ غنرسم ها القمه الاولى، حنا غنديرها بالنقاط. ها القمه الاولى ان، ها الثاني ها ان، ها ان زائد واحد، ها ان زائد جوج، ها ان زائد ثلاثه، ها ان زائد اربعه، ها ان زائد خمسه. دونك عندي هنا ان زائد خمسه، ها بالعقل. دونك عندي هنا لامدا، هنا جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه. دونك اش غادي ندير انا؟ غادي ندير ان هذيك المسافة فيها خمسة لامدا، داكوغ، او بشكل اخر كنديرو عدد ان بليس 5 موا ان لامدا، باش تجي لي هادي معادي تبقى خمسة، واضح؟ دائما بحال هاد الشيء الرسم، الرسم هو اللي غيبسط ليا. لامدا هي دي على خمسة، دونك دابا غنديرو الموجة الصوتية والفوق الصوتية. كيفاش نحدد تردد؟ دابا غندوزو لكيفية تحديد طول الموجة لامدا في حالة الموجة الصوتية، داكوغ، في حالة الموجة الصوتية، داكوغ. دونك أول حاجة تركيب تجريبي خصنا نشرحه لكم. كيكون عندي واحد الباعث هنا، باعث اي مكبر للصوت، وهذا المكبر للصوت التردد ديالو هنا 1000 هرتز، يعني موجات صوتيه، واخا، واضح؟ دونك هذه الموجات الصوتيه هنا كيكون عندي جوج الميكروفونات مرتبطين بهذا الرسم التذبذب، داكوغ، كاين عندي الاحمر والازرق. انا غادي نخلي هذا مفيكسي، غنخلي هذا ثابت، وغنبقى نغير في هذا، داكوغ، تبع معايا اش غادي يطرى. دونك فاش كنبقى نجر في هذا الاحمر كيبان لنا ان هناك اختلاف، يعني هذا، والوسع او ميم طون بدا كينقص. حنا باش يبان لنا مزيان، هاد شوف اش كيطرى،
الزرق الوسع ديالو كيبقى نفسه، والاحمر الوسع ديالو يسوديميني يعني كيتناقص. هذا راجع علاش؟ لانه ابتعد على المنبع. واضح؟ حنا الا بعدت على المنبع غادي تزول هذيك سميت هذيك الموجه. واضح. اذا هنا اول حاجه الزرق علاش؟ لانه كيبقى المسافه بينه وبين المنبع قريبه، الوسع ديالو كيبقى نفسه، بينما الاحمر فاش كنبقى نغير فيه كنبعدو الوسع ديالو كيتناقص، اكوغ لانه كيبعد على المنبع. مزيان، دابا اجي نفهمو كيفاش نحددو طول الموجه لابضه. مزيان، اول حاجه غادي نبدا نجر في هاد الميكروفون الاحمر. فاش غادي نبدا نجر فيه نسحب فيه، دونك هنا كيبقى غادي 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 حتى كنوصلو، دونك هنا كنوصلو اول تعاكس في الطور. دونك هنا بدا عندي تعاكس. ما معنى تعاكس؟ هذا الفوق وهذا التحت، هذا الفوق وهذا التحت، يعني هناك تعاكس. من بعد يعني التعاكس كيسبق التوافق. غنبقى نجر 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 هنا، نبقى نجر فيه حتى لهنا، دونك غيبان عندي اول توافق في الطور. دونك هذا اول توافق في الطور. خاص نعرف ان هذاك اول توافق في الطور كيمثل لي لامدا، داكو كيمثل لي لامدا، لانه اول توافق كتعطيك اول لامدا. مزيان، بقيت غادي غادي غادي، بقيت كنجر حتاني عطاني تاني تعاكس في الطور. تاني تعاكس في الطور يعني هي لامدا ونص، داكو. بقيت كنسحب نسحب نسحب حتى لهنا، داكو. هنا عطاني تاني توافق في الطور، يعني هاد المسافة هادي دي غادي نشدها ونقسمها على جوج لبغيت نلقى لامدا. غنبقى تاني نسحب في هذا حتى تالت توافق في الطور، داكو. انا نكبر الفريكونس، عطينا هنا جوج كيلو باش نفهمو مزيان. نعاودو التجربة، دونك باش كنعرفو التوافق والتعاكس. دونك هنا كان بيناتهم ما كاين حتى، هنا كاين توافق في الطور، داكو. هنا غنبقى نجر، داكو، غنمشي هنا. هذا أول تعاكس في الطور. هانت باش نقراوها هنايا باش تفهمو شوية اش كنقصدو بتعاكس. هنا تقريبا خصني نهبط هنا، دونك هنا دي 0.51 لامدا، يعني نص لامدا كاين تعاكس في الطور. لامدا هي 17، وطو ما معنى طو؟ طو هي نص ديال الدور. طو يعني كيكون نص ديال الدور، يعني التأخر الزمني كيكون نص بين نص ديال الدور ما بين هذا وهذا. دونك الا بقيت زدت هنا، دونك هنا كاين اول توافق في الطور، يعني التأخر الزمني ما بين هذا وهذا كيساوي تي وحده. مزيان، دونك هنا غادي ندير لامدا كتساوي 17، وبقى غادي نفنجر كو. تاني تعاكس في الطور يعني لامدا ونص، تاني توافق في الطور يعني دو لامدا، تالت تعاكس في الطور جوج لامدا ونص، يعني عرف تالت. دونك كنبقى غادي 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 وكنجر، داكو. كنشد المسافة اللي عطاوني كنقسمها على عدد التوافقات كتعطيني لامدا، داكو. المسافة شوف اللي بين هذا الميكروفون وهذا الميكروفون، افترض داكو. دابا نفترضوا هذا الميكروفون كاين في واحد المسافة دي ان. شوف هنا كاينه دي ان، عقل معايا مزيان، هنا كاينه دي ان، دونك هنا ما بينو وبينو كاينه دي ان. هنا لو وصلنا الخامس توافق في الطور، خامس توافق في الطور، خامس توافق في الطور، عطاوني دي دو. الا بغيت لامدا اش كندير؟ كندير دي دو. حنا اصلا دي دو غيعطيوها لي، شوف دي ان عطاوها ليا ما بين هنا لهنا، ودي دو عطاوها ليا ما بين هنا لهنا. دونك انا اش كتهمني؟ كتهمني غير هاد المسافة اللي بين الميكروفونين، ماشي المسافة اللي بيني وبين الباعث. دونك في هاد الحالة اش كندير؟ كندير دي هي دي دو ناقص دي ان على 5، داكو. دونك هنا غادي نفهمو تاني حاجة أخرى، نفهمو حاجة أخرى هي توافقات الدور. دونك هنا فاش كيكون عندي اول توافق في الدور في الطور او في الطور كيكون عندي واحد تي، يعني كيكون دور واحد. ثاني توافق
جوج تي، ثالث توافق أربعة تي، وكنبقاو غاديين يعني بحالو بحال المسافة. قالوا لي خامس توافق يعني دي فيها خمسة لامدا، يعني المدة الزمنية فيها خمسة تي. داكوغ، شنو غنحط لكم إن شاء الله في شي تمرين. دونك بعد ما شفنا لانيماسيون عرفنا كيفاش نحدو لامدا وكيفاش نتعاملو معاها، دابا غادي نمشيو نحدوها ولا كعطونا الهضرة. داكو، مثلا يقول لك المسافة الفاصلة، المسافة دي، المسافة الفاصلة بين 10 توافقات. داكو، حدو ليا لامدا. دونك هنا شحال عندي من توافق؟ عندي 10، إذا غندير دي هي 10 لامدا. انا غنمشي للقاعده ديال عدد التوافقات دي. شوف اين فوا كتسمع توافق، تسمع توافق، سير حط العدد اللي عطاوك فوا لامدا. اذا لامدا هي شحال؟ هي دي على 10. داكو، متفقين؟ دونك الى جاو دابا قالوا لي الى مثلا جاو قالوا لي التعاكس في الطور، ماني مزيان هادي فيها مشكل. دونك قالوا لي دي هي المسافه، دي المسافه لخامس تعاكس في الطور. واسمعني مزيان وذوقني هنا، هنا نرجعوا للشرط. الشرط فاش كنقولوا تعاكس في الطور خصني نرجع للشرط. الشرط شنو هو؟ انني انا قالوا لي دي على لامدا كتساوي ليا هي هي لام هي كا بليس ان دومي، بحيث هاد كا تتنتمي لزاد ياك من الزيرو غنبداو. دونك الا قلنا خامس تعاكس في الطور، انا غادي نوريها لكم في لا فيديو. دونك هنا خصني نعرف ان اول تعاكس شحال كانت كتساوي الزيرو، لانه اللي كيسبق التعاكس على التوافق. داكوغ، اذا كا كتساوي الزيرو هذا هو اول تعاكس، ثاني تعاكس كا كتساوي واحد، ثالث تعاكس كا كتساوي جوج، رابع تعاكس كا كتساوي ثلاثة، خامس تعاكس كا كتساوي أربعة. إذا هنا كا باش غنعوضها، حيت هنا قال خامس تعاكس هي دي على لامدا كتساوي كاتخ بليس أن دومي، أنني التعاكس الأول كان زيرو، هذا واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا هنا غتساوي هي هنا ثمانية، هي تسعود على جوج، إذا لامدا هي جوج في الدي على تسعود. داكوغ، ضربنا هادي وقسمنا عليها. داكوغ، مازال باش ما ننساش شي حوايج. دونك هنا صافي الموجه الصوتيه اللي كانت كان سميتو. دونك دابا غندوزو ظاهرة الحيود. دونك دونك ظاهرة الحيود غادي نديرو التعريف ديالها. داكوغ، نديرو التعريف ديالها، نديرو التعريف ديالها، ومن بعد غنديرو لانيماسيون باش تفهموها. دونك ثالثا ظاهرة الحيود، إخوان ظاهرة الحيود راه فيها نوعين، فيها ديال الموجات، فيها ديال الموجات مثلا غنديرو الماء وديال الصوت، أنا غنوريكوهم جوج. دونك ظاهرة الحيود، الظاهرة الحيود هذه، دونك أول حاجة تعريف. دونك التعريف هذا هي دونك أي موجة، اسمعني مزيان، أي موجة ميكانيكية كترى لها ظاهرة الحيود، ولا أي موجة كيما بغات تكون كترى لها ظاهرة الحيود. دونك شنو هو ظاهرة الحيود؟ غناخدو حنا قبل ما نشوفو لانيماسيون، غناخدو حنا واحد الحوض، داكوغ، غنديرو فيه موجات مستقيمية، من بعد غنديرو هنا واحد الحاجز، هاد الحاجز بواحد واحد الشق أ. داكوغ، دونك هنا هاد الموجة هادي، هادي هي لامدا، عندي هنا أ. الشرط باش يتحقق ليا ظاهرة الحيود، الشرط هو أن أ خاصها تكون صغر أو يساوي لامدا، باش نعطيو التعريف. دونك هنا اش كيطرا؟ كنلاحظو أنه كيخرجوا عندي على شكل انصاف دوائر. مازال علاش؟ نشوفوا دابا اش كتعني ظاهرة الحيود. انت كان هذا هو اتجاه الانتشار، هذا هو اتجاه الانتشار او منحى الانتشار.
هنا اشطر الاتجاه، تغير اتجاه الانتشار. دكوغ، دونك اتجاه الانتشار ولا غادي في هذا الشكل وفي يعني غادي في هذا. دونك هنا شنو هي ظاهره الحوذيه؟ تغير اتجاه انتشار الموجه بعد اجتيازها للشق، بعد اجتيازها للشق. عقل مزيان، راه الحيود بالنسبه لكاع الموجات كيطرا، ولكن فاش كيطرا شنو باش كيتميز؟ كيتميز بان خلال الانتشار ديال الموجه الاتجاه ولا منحى الانتشار كيتغير، منحى اتجاه الانتشار كيتغير. هنا راه كان على شكل مستقيم، هنا ولا غادي على كيتباع هذه الانصاف الدوائر. دونك هذه هي ظاهره الحيود، ظاهره الحيود هو تغيير اتجاه انتشار الموجه. دونك هذه الموجات الوارده دكوغ، هنا عندي الوجات المحيده، حنا غنشوفوا هنا غادي نصغروا ا. دونك هنا كيبان لنا شكل الحيود بارز، هذا هو منحى الانتشار ديالهم، ودابا هنا ولا منحى الانتشار تغير. دونك هنا الى زدنا لامدا، لامدا بدينا كنقصوا فيها هنا، ما غتبقاش تقريبا هنا، غتولي ا صغر من لامدا. هنا ما غتبقاش عندي ظاهرة الحيود تقريبا. حنا نرجعو هنا، هادي لامدا، هادي ا. دونك ا صغر من لامدا كتحدد ظاهرة الحيود، يعني منحى الانتشار ديال هذا تغير. الى زدنا هنا وبقينا كنزيدو في ا حتى وصلنا لخمسة وخمسين، دونك تقريبا ما تبقاش عندي ظاهرة الحيود، يعني ا او يساوي كتبقى تبان ليا، ولكن فاش غنفوتها ما تبقاش عندي ظاهرة الحيود. دونك فهمنا ظاهرة الحيود، عرفناها. دونك ندوزو دابا للدرس نكملو. الموجة هادي، هاد الموجة كتسمى الموجة الواردة، هاد الموجة اللي كتخرج منها كتسمى الموجة المحيدة أو المحيدة. دونك هاد الموجة هادي كتميز بطول الموجة، بتردد، بسرعة. إذا خاصنا نعرفوا أن ظاهرة الحيود كتحافظ على نفس الخواص، يعني كتبقى لامدا هي نفسها، تردد أصلا المنبع راه نفسه، كيبقى نفسه، والوسط بما أنه متجانس ويبقى نفس السرعة. إذا ظاهرة الحيود علاش كتحافظ؟ كتحافظ على طول الموجة، على التردد، ولا سرعة الانتشار، هادو المميزات ديالها. دابا غنمشيو لزاوية الحيود. زاوية الحيود هي قطعة، نشرحها لكم. دونك إلا خدينا هنا، دونك ها زاوية الحيود ناخدوها هنا، دكوغ، هي لندا على أ، هي لندا على أ، دكوغ، زاوية الحيود هي لندا على أ، كتخرج بالراديان، عقل مزيان، هادي بالمتر، وهادي بالمتر، وهادي خصها تخرج بالراديان. واضح. دونك هنا غنديرو ظاهرة حيود الموجة الفوق صوتية او الموجات الصوتية. دونك هنا في التركيب التجريبي اش كندير؟ كناخد واحد الباعث او، واضح، كنشد واحد نصف دائرة، ندير هنا واحد المستقبل ار، واضح، هذا وهذا مرتبطين براسم التذبذب. هنا كندير واحد الشق ا، واضح. انا اش كندير في الاول؟ كنكون حاط الباعث هنا والمستقبل، من بعد كنبدا ندور في هذا المستقبل هذا. فاش كنبدا ندور فيه كنشوف هذاك راسم التذبذب، راسم التذبذب كيوصل ليا لواحد القيم، كيعطينا اما قيم قصوى وقيم دنيا. اللحظة اللي كيوصل القيمة القصوى ولا القيمة الدنيا، فهذيك الحالة راه وصلنا لظاهرة، تحققت عندي ظاهرة الحيود، يعني كيقطع واحد الزاوية تيتا، واضح. إذا ها التيتا اش كتسمى؟ حنا تيتا كتسمى زاوية الحيود، هي لامدا على أ، داكوغ، حنا كنعرفوها. إذا شفنا هاد المسافة اللي تقطعات من هنا لهنا، هادي، دونك هذا هو واحد طول القوس كنسميو ال، هذا هو الشعاع، وهذه الزاوية، كنعرفو أن طول القوس
كيساوي ار فوا تيتا. داكوغ؟ دونك طول القوس كيساوي ار فوا طول الموجه على عرض الشق. مزيان. دونك دابا غندوزو لواحد الظاهره اخرى كتسمى ظاهره التبدد. ظاهره التبدد فينومين دو ديسبيرسيون. دونك هاد ظاهره التبدد نعطيو عليها تعريف وندير واحد النشاط. عدي واحد الموجه منتشره طول حبل طول على سطح الماء نعطيو باش تفهموا نعطيو نشاط. عطوني بحق هذا المره الاولى كانت عدي 50 هرتز. داكوغ؟ دونك عطوني هاد المسافه. التجربه الثانيه دونك عطوني هنايا ان كتساوي 100 هرتز. عطوني هاد المسافه دي. المره الاولى عطوني هادي 20 سنتيم وهنا عطوني 15 سنتيم. داكو بغينا نحسبوا السرعه. دونك اول حاجه نحسبوا السرعه هنا على سطح الماء. دونك غادي نحطو في كتساوي هي لامدا في ان هي لامدا ان فوا التردد ان ان. لامدا الى شفنا اس و ام قسمنا شحال عندي هنا من لامدا عندي واحد جوج ثلاثة اربعة. اذا لامدا هي المسافة على اربعة حيت هنا غنشدو نقسمو على اربعة فوا ان ان. داكوغ؟ دونك عطينا اس ام هي عشرين على اربعة اللي هي خمسة في عشرة اس ناقص جوج في خمسين. القوى هي 250 في عشرة اس ناقص جوج متر سكوم وانزان. داكوغ؟ دابا غنشوفو في دو الحالة الثانية هي لامدا دو فوا ان دو. هنا عندي ما بين اس و ام ثلاثة يعني 15 على ثلاثة ولا لا هنا غادي نزيدو لامدا تحت كيتزادو. دونك سمحوا لي هنا لامدا ترا كيتزادو فاش كنزيدو التردد. دونك هنا عطوني 15 هنا عندي خمسة. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك هي اس ام على خمسة فوا مية هي 15 على 5 هي 3 في 10 أس ناقص 2 في 100 دونك هي 300 في 10 أس ناقص 2. واو أنا في نفس الوسط وبدلت غير التردد تبدلات لي السرعة. أوكي إذا هذا الوسط اللي كيتعلق يعني إلا شفنا أن الوسط كيتعلق بالتردد يعني قد ما بدلتي التردد كتبدل السرعة. إذا هذا الوسط كيتسمى وسط مبدد. وسط مبدد علاش؟ لان السرعه تتعلق بالتردد. داكوغ؟ فاش كيكون الوسط السرعه ديالو كتعلق بالتردد كيتسمى وسط مبدد. غنجيكم من الاخر الاوساط الغير مبدده الحبل وسط غير مبدد يعني السرعه فيه ما كتعلقش بالتردد. دونك كان هذا هو الدرس ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا. ما تنساوش تعاونونا بالبارطاج وبالجيم. ان شاء الله نحط لكم اكبر سلسله تمارين فيها امتحانات تطبيقات وغنديروا فيها ان شاء الله مباريات ديال الطب وديال لي زيكول دانجينيور. دونك ما تبخلوش علينا بالدعم والبارطاج ديالنا. لي زابوني اعانكم الله.